على الرغم من تسليمه برنامجه الحكومي لمجلس النواب على الأمل تحديد موعد لانعقاد جلسة استثنائية لتمرير حكومته من عدمها. تدار في غرف مغلقة اجتماعات بين زعماء الكتل لإزاحته من التكليف. هذه الاجتماعات اتفقت ليلا على اختيار مصطفى الكاظمي بديلا عن الزرفي، خطوة سبقت عقد الجلسة التي يشكك حتى الآن بموعد انعقادها بسبب وباء كورونا رغم انتهاء العطلة التشريعية. مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الذي رفضه قادة الأحزاب سابقا لأسباب مختلفة يعودون اليوم محاولين تقديم اسمه لرئيس الجمهورية نكاية باختياره للزرفي، فيما جهات بيّنت احتمالية قبول الكاظمي بالتكليف، خاصة وأن مصادر كشفت عدم صحة اعتذاره. فبين الرافضين للكاظمي والمؤيدين له وبين الداعمين للزرفي والممتنعين عنه، لا يزال الشارع يترقب.